لما كيخدموا نشاطو هذا ولا المصالح للشريب الحمد لله، ونشكروا هاد الناس اللي ساهموا ان شاء الله ربي يجازيهم، ونشكروكم ان شاء الله كاع كيما راكم، وهاد المحسنه ان شاء الله ربي يجعلها في زمن الحسنات. الحمد لله اللي ربي وفقنا، اولا ربي وفقنا لهذا المشروع انجاز سقيا ماء، وثاني نشكر المحسن اللي عطانا وعاوننا لحقنا لهذا المشروع اللي رانا وصلنا له الان. المشروع يتمثل في خزان كبير، السعه نتاعو 28000 ريتله تاع ماء، وعيون ثاني تاع ماء ايضا، يعني الله يبارك على شكل مايضه للاطفال، يعني فرحوا فرحه كبيره. مساحه خضراء ايضا، وان شاء الله ربي يجازيهم هذا المحسنين اللي راهم عاونونا ووقفوا معنا. والله ما تصوروش الفرحه اللي فرحوها الاولاد واصحاب المنطقه هذه، لانها منطقه نائيه، والله يبارك ان شاء الله ربي يجازيهم ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا زدنا اضافه، درنا اضافه ولو يعني وقفنا وعاوننا، وهذا الشيء بفضل المحسنين. نشكركم ان شاء الله. أعوان كنا نعانوا من نقص الماء، كنا في صهاري تاع الحديد هذه، سما كان الماء ماهوش صالح للشرب، والحمد لله بعد ما المحسن هذه تبرعت لنا يعني بهذا البير، يعني ما شاء الله ولا الماء صالح للشرب، ولو الأطفال يستعملوا المراحل في أي وقت، سما الماء متوفر، وكما راكم تشوفوا المساحات الخضراء وين يلعبوا الأولاد وين شغل يرتاحوا، والحمد لله.